اتعودنا نقول ان طفلنا بنديله نقط للانف، اتعودنا نقول ان طفلنا على طول بديله بخاخه، بديله ميه بحر، بديله غسول قلوي، بديله نقط انف للاطفال. خدوا بالكم نقط انف للاطفال. اتعودنا نقول ان الطفل عنده حساسيه وبنديله دواء حساسيه لمده سنه. النهارده الحقيقه دي انا شايفها من العادات الخاطئه جدا. النهارده مفيش حاجه اسمها عند دكتور الانف والاذن ان انا ادي نقط للانف للاطفال لمده اسبوع واسبوعين وثلاثه. النهارده مفيش حاجه اسمها ادي الطفل دواء حساسيه لمده شهر. مفيش حاجه اسمها ان انا ادي الطفل ميه بحر ولا ميه مخففه ولا مش كل الحاجات اللي بتتحط في انف. المعلومات الخاطئه اللي احنا النهارده بنغيرها، بنقول لو سمحتوا يا جماعه اطفالنا ممنوع يتحط في مناخيرهم اي حاجه من اللي انا قلتها كلها، لانه لازم يروح للتخصص، لازم يروح تخصص الانف والاذن وهو اللي يشخص وهو اللي يدي علاج. عشان كده كتير جدا من الاطفال النهارده نلاقيها بتقعد طول الشتاء بتحط نقط، طول الشتاء متشخصه ان هي عندها حساسيه. مفيش حاجه اسمها كده. نصيحتي النهارده واللي بنغير بيها المفاهيم الخاطئه، ان انت لو سمحت توجه لدكتور الانف والاذن لاي طفل عندك بيشتكي من الحاجات دي، مشاكل كحه بقالها شهور للطفل ما بيخفش، روح للدكتور الانف والاذن، لان بتبقى المشكله من الانف، بتبقى المشكله من الحلق، بتبقى المشكله من اللوز ومن اللحميه، وهي دي اللي بتخلي الطفل يفتح بقه على طول وبتسبب له كل مشاكل الصدر، كل مشاكل الكحه، كل مشاكل للاسف التشخيص الخاطئ بتاع الحساسيه وبتاع النقط الانف عشان تفتح له مناخيره. عشان كده لو سمحت دكتور الانف والاذن هو اللي مختص بالطفل من دي 1، من اول يوم لغايه 10 سنين، اذا كنا بنعتبر ان ال 10 سنين دول هم حياة الطفل. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.